بما ان احنا على طاري ايلول الاسود، وواحده من ابرز العمليات اللي صارت العمل اللي صار في ميونخ، وعلى اثر العمل اللي صار في ميونخ صار مسعى اسرائيلي في لبنان لقتل القاده من فتح في لبنان، وتطور الوضع ويعني تعقد الوضع اكثر في الداخل اللبناني وصارت اشتباكات. هنا قرر الدكتور شفيق الغبرا أن يعود مجددا خلال فترة دراسته إلى لبنان لمدة أسبوع أسبوعين أسبوعين تقريبا 3 أسابيع للدفاع عن المخيمات الفلسطينية. صح. كلمني القرار كيف اتخذته وشنو سويت بالضبط؟ أوكي جميل. طبعا إحنا عم نحكي عن شهر 5 1973. الجيش اللبناني وقتها ضرب المقاومة وجرب يجتاح المخيمات، ما استطاع. كل المخيمات وجرب، يعني كانت النصيحة له إنه طب ما أعمل زي الأردن وخلص من هذا الموضوع وبطل اللي هو شنو؟ صفي المقاومة الفلسطينية. فإذا لما ضرب الجيش اللبناني المخيمات، هلا ما تنسى احنا شباب، يعني انا في وقتها يعني 20 سنه، فكل اصدقائنا وصديقاتنا ومعارفنا والى اخره موجودين، يعني انا بتصل فيهم ببلغوني انه هم وين، شو عم بيعملوا الى اخره، موجودين في لبنان ونزلوا دافعوا عن المخيمات. طيب فانا طبعا تحمست، حملت حالي، كنت عم بقدم الامتحانات، قدمت آخر امتحان وهلأ بدأت الإجازة الصيفية، يعني تقريبا ما عندي ما عم بقطع دراستي. شهر 5 ما تنسى، شهر 5 1973 الولايات المتحدة الجامعات بتكون عم بتخلص امتحاناتها بشهر 5، فخلصت آخر امتحان، أخذت طيارة ونزلت إلى بيروت. وجدت أصدقائي في منطقة اسمها منطقة الجامعة العربية، اللي هو وين هذه؟ محل جامعة بيروت العربية في بيروت، منطقة ناصرية بسموها الفكهاني، تقع تماما خلف المخيمات. هذه المجموعات الشبابية كانت هي، هذه مجموعات ما عندها خبرة لكن حملت السلاح. هي الجماعات التابعة لمن؟ أغلبها فتح، ولكن كانت تنظيمات. هذه تنظيم فتح في الجامعة الأمريكية والجامعة اللبنانية والجامعة اليسوعية وجامعات لبنان كلها. إيه بس أنت تواصلت مع من؟ مع أي تنظيم فيهم أو أي مجموعة؟ لا، مع أصدقائي ومعارفي اللي موجودين في تنظيم فتح في بيروت في الجامعة الأمريكية. في الجامعة الأمريكية. نعم. فأنا رحت إلى الموقع، شو وجدت أنا أمامي؟ أي موقع؟ الجامعة العربية. وجدت مئات الطلبة، طلبة والطالبات، كلهم طلبة وطالبات، معهم أسلحة وعاملين مواقع وعاملين دفاع امام قيام، احتمال قيام الجيش اللبناني باي وقت باقتحام هذا الموقع، موقع الجامعه العربيه. منطقه كبيره يعني مش صغيره، هي مش مخيم يعني، لا هي خلف المخيم، هي مؤخره المخيمات، هي تحمي، هي منطقه الجامعه العربيه، بعدها مباشره تاتي منطقه يعني هي اي مخيم كان قريب، بيجي وراها صبرا وشاتيلا. أي مخيم كان؟ صبرا وشاتيلا. كان مخيم صبرا وشاتيلا. لكن هاي المنطقة هي فينا نقول المركز الأهم لتواجد المقاومة في لبنان. قيادي، القيادات، المؤسسات، الصحف، المجلات، هذه كانت دولة المنطقة. هي كان فيها معامل ومصانع وصحف ومجلات، كانت دولة بكل ما تعني الكلمة. فانت رحت لهذه المنطقه؟ رحت لهذه المنطقه وشفت الطلبه مسلحين. لا لا بس كانت تجربه يعني مميزه، لانه لما انا رحت كان ما في قتال، ولكن كان في كمائن، فكنا نبقى بالكمائن للصباح. لكن النقاشات اللي وقعت، عطني قبل النقاشات عطني مشهد من مشاهد الكمائن اللي شاركت فيها. كل شيء بنضلنا قاعدين ننتظر، نشرب شاي وبنضلنا عم نشوفوا الجيش اللبناني امامنا، وما في شيء، ما في وقف اطلاق نار، ما صار اي احتكاك. صار اي احتكاك قبل ما اصل صار احتكاك، صار مواجهه، وحتى كان في دبابات دخلت او دبابتين دخلوا، ولما انحاصروها هؤلاء الطلبة توقفت الدبابة وخرجوا الجنود واستسلموا للطلبة، وأخذوهم الطلبة واستسلموا وقالوا احنا مسلمين. ما يعني الجيش اللبناني صار على وشك الانشقاق بين مسلم ومسيحي بهاي الأحداث. طيب فتقول دخلت انت في نقاشات هناك، ابرزها كان في اي اتجاه يصب؟ الوضع في لبنان، الوضع في المنطقة العربية، فكر، شو انت قريت، شو انا قريت، كلهم مثقفين. كثير من هاي الطلبة مثقفين، كثير من هؤلاء الطلبة كانوا هني عيشني الجو قراء أكثر. خلينا قراء ومسيسين. خليني أفهم أكثر أنا هني. الدكتور شفيق الغبرا ما كانش الدكتور شفيق الغبرا، كان شاب يعني طالب 20 سنة. الحين قاعد أقولها، لكن أوكي نستحضر ذاك الوقت. بيشارك بتجربة شفيق الغبرا الطالب في أمريكا في جامعة جورج تاون، والذي رفض الانضمام إلى أيلول الأسود لأنها تدعو للعنف. نعم، مش لأنها تدعو للعنف، لا لا, لا مش ما انا مش ضد، انا مش، انا بالعكس، انا بطلع بعمل محاضره بامريكا وبحاول اشرح للامريكان انه ما في عنف، ما في سلاح، ما في عنف، ولكن هذا ما بيعني انا كنت ضد العنف، بس انا كنت ضد انك انت تدخل في اعمال تضرب فيها في دول اخرى وتتحدى قوانين هذه الدول. انت هون بتخسر شعوب هذه المنطقة وبتخسر أهل هذه المنطقة. هني الفارق مع إلى آخره. التشبيه مع الفارق. أنا رجعت إلى لبنان وحملت السلاح. نعم صح. للدفاع عن مخيمات فلسطينية، على مش ضد مدنيين، ضد جيش دولة عربية. صح. وأنا في أرضه. هذه ما فيها مفارقة أو تناقض؟ فيها مفارقة، لكن أنا كمان يعني منطلقي في هذا أنه نصف الكمائن اللي كانت موجودة من شباب لبناني، ثلاث أرباع اللبناني، بغض النظر. إحنا قاعد نتكلم عن شفيق الغبرا، قاعد نتكلم عن شباب لبنان. طبعا، بس إنه كان في قناعة إنه بحسب اتفاق القاهرة من حق المقاومة أن تكون موجودة، فأنا عندك في اتفاق، كان اتفاق القاهرة يجيز الوجود المسلح ويجيز العمليات المسلحة من جنوب لبنان. هيك كانت الرؤية في عام 1900 من 69 إلى ذلك الوقت. فأنت ظليت تقريباً شكرا أسبوعين ثلاثة؟ أسبوعين، بعدين بقيت مع أصدقائي وضلينا نطلع ونحكي مع بعض ونناقش وإلى آخره، وبعدين كل واحد سافر. طيب هني يعني أيضاً من ضمن الأحداث اللي صارت يعني أنت اللي بدي أقوله يعني عمار، ومش بس إلك ولا المشاهد، إنه لازم نفهم الحقبة. هاي الحقبة هيك كان الجيل، هيك كانت الناس، واحنا من خلال كمان من خلال استماعنا لروايتك قاعدين نفهم الحقبة في ذلك الوقت كيف عايشة. لا، وأضيف أكثر، ما كنا مآمنين بهاي الحقبة بالحدود العربية، ما كنا معترفين فيها. حتى يعني كمان اوضح لك اكثر، اوكي اتفاق القاهره والى اخره عشان انا اسكر الموضوع معك. هو واضح، بس بدك الحقيقه، بدك هو الحقيقه، واضح ان ما كنتم معترفين فيه. الحقيقه هذا الجيل وانا جزء منه، ما كنا مأمنين بالحدود العربيه. شو عم تحكي انت؟ هذه امه بترجع 1400 سنه تحت الحكم الاسلامي، ما في حدود بينها، فانت فجاه عملت لي حدود وجيت عملت، وفي دوله اسرائيل، وهلا صار ممنوع الاجتياز، ممنوع. ما كنا مأمنين. هذا ما بيعني احنا بعدين حننضج بعدين نستوعب. بس انا عم بقول لك انه ما تنسى انه احنا يعني بين هذا الجيل 1973 وحرب 67 سنوات، وبين حرب 67 و48 كمان سنوات، يعني من 67 ل 48 كمان عم نحكي عن 20 ونايف سنه. طيب هني ايضا من ضمن الاحداث اللي صارت حرب 73 ايضا. نعم. صار تزامن ايضا مع فتره وجودك في امريكا، من النكسه إلى حرب 73. كلمني عن الأجواء، وأنت أيضا كنت المنخرط في الشأن السياسي والعمل السياسي، كلمني عن أجواء متابعتكم لحرب 73. شلون أثرت عليك؟ أنا بقول لك، أنا شخص، يعني أنت هلا إحنا جيل، أنا جزء من هذا الجيل، بس إحنا كمان بنتعلم. إحنا كنا جدا نقديين تجاه النظام العربي. نتيجة هزيمة 67 نقديين للنظام العربي بشكل عام. لكن لما وقعت حرب 73 انحطينا بموقف مختلف. طيب احنا ننتقد النظام العربي بس قاتل، حرر بعض الأراضي. كنتوا سعيدين من انتصار حرب 73؟ فكنا جزء كبير منا صار حوار بيننا، صراحة صار حوارات بجورج تاون، ببيروت، بكل مكان كنا عم نتحاور انه هل هاي حرب مجيدة وطنية؟ فطبعا حنوصل انه نعم هذه حرب وطنية، ما بنقدر نكون ضدها، هذه حرب تصب في إيجابية. هل هذا التضامن العربي شخصيا كنت نعم. ترى أنا كنت شخصيا 73 انتصار نعم. عربي، اعتبرت 73 انتصار جزئي عربي مهم، واعتبرت التضامن العربي اللي جاء بعد حرب 73 تضامن مستحق، ومقاطعة النفط ورفع أسعار النفط بيضيف على المعادلة، وبالتالي أكيد كنت سعيد بأنه إحنا صرنا بوضع أفضل نسبيا مما كنا عليه. كيف كنتوا ترون أنور السادات بحرب 73 إيجابا، رغم أنه يعني إحنا مركب الأمور، يعني أنور السادات دخل بالحرب، بعدين أعلن أهداف محدودة، بعدين وقف القتال، فلسه ما دخلنا بكام ديفيد. احنا بهاي المرحله نظرنا له بشكل مقبول، يعني انت مش شرط تعطيه ايه، بس ممكن انت تقول انه يعني هو والاسد، حافظ الاسد في ذلك الوقت، والمملكه العربيه السعوديه، الملك فيصل، عملوا عمل فيه كنا خايفين انه بعد الحرب يقضى على انجازات الحرب، وبالتالي كان كثير منا بالنقاش الخوف لما اجى كيسنجر انه كيسنجر يستطيع يفكك الجبهه العربيه ويستطيع ياخذ من العرب الكثير من التنازلات اللي خل اسال سؤال مره ثانيه بهالرؤيتين. جمال عبد الناصر اللي كان جزء من نكسه وهزيمه 67 وانور السادات اللي جزء نعم. من انتصار 73. صحيح. كيف كنت تنظر لانور السادات في شفيق الغبرا؟ شوف عبد الناصر رغم كل الاخطاء تبعه، رغم كل ما يمكن ان يقال، عبد الناصر هو الأب الروحي الحقيقي لمعركة 1973، هو اللي حضر الجيش المصري، هو اللي رتب الضباط المصريين الشاذلي وغيره، وشوف أنت إيش قالوا مذكراتهم، هي هذا كله شغل عبد الناصر. بس مات عبد الناصر، ما كملوا السادات والسادات. بس أنت قاعد تقول لي أساس عبد الناصر، بس الفرق بين عبد الناصر والسادات كان واضح لنا، أنا على القليل لإلي، اللي هو إنه عبد الناصر كان زعيم عنده كاريزما، يعني زعيم لما بيعمل خطاب بهز بيأثر. ونفس الوقت أنور السادات كان رجل دولي ما عنده كاريزما، لا عنده كاريزما، في عنده جانب من الكاريزما أقل من عبد الناصر، بس كان رجل دولي لا شك. وعبد الناصر ما كان رجل دولة؟ عبد الناصر كان زعيم ثوري كان مثل كاسترو، يعني إلى حد أنا يعني زعيم ثوري، المفروض يطلع تحته رجال دولة يبنوا، بس هو كان زعيم ثوري وعنده جانب الرجل الدولي. لكن مع السادات ما كانش الزعيم الثوري، كان رجل الدولة البراغماتي اللي بده يبني علاقات، اللي بده يرتب، اللي فتح أمريكا وكان معجب بالولايات المتحدة. عبد الناصر ما كان معجب بالولايات المتحدة. مع السادات يجي الإعجاب بالولايات المتحدة والانفتاح. الانفتاح يعني حتيجي الفلوس. أنت أعجبت في أنور السادات بعد 73 أكثر؟ أنا احترمته، بس ما بقدر أقول إنه أنا يعني عبد الناصر كان زعيم. إحنا الفرق إنك أنت مثل ما نقول عبد الناصر، انت تقول لي غاندي مثلا، ولا تقول لي مانديلا. هنا تمكنت القوات المسلحه المصريه من اقتحام مانع قناه السويس، املؤ الصعب، واجتياح خط برليف المنيع، واقامه رؤوس جسور لها على الضفه الشرقيه من القناه، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. لقد كانت المخاطرة كبيرة وكانت التضحيات عظيمة، ولكن النتائج المحققة لمعركة هذه الساعات 6 الأولى من حربنا كانت هائلة. فقد العدو المتغطرس توازنه إلى هذه اللحظة. استعادت الأمة الجريحة شرفها. تغيرت الخريطة السياسية للشرق الأوسط، وإذا كنا نقول ذلك اعتزازا وبعض الاعتزاز إيمان، فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة. أكتوبر 73 الحرب شجعت الطالب شفيق الغبرا اللي هو أساساً الطالب، نعم الطالب احنا نعم عدل نعم. الطالب شفيق الغبرا اللي هو أساساً كان منخرط بشكل كبير جداً في المرحلة الجامعية في الشأن السياسي، صح، وعاد إلى لبنان للدفاع عن المخيمات. بعد 73 ونشوة النصر الجزئية اللي حدثت شجعت شفيق الغبرا أكثر على اتخاذ خطوة أكثر جرأة، وقرر الذهاب إلى سوريا والالتحاق بمعسكر للتدريب العسكري. صح. كلمني عن ملابسات انضمامك إلى معسكر في سوريا. هلا يعني أول شيء أنت نكون نفهم المرحلة. موضوع التدريب العسكري كان يعني الكل بيشارك فيه، يعني كان شيء مفتوح. يعني إذا أنا بقول لك اللي كانوا يطلعوا من الكويت من كل الفئات، طبعا أكيد من الكتلة الفلسطينية، لكن حتى من كان يطلع كويتيين، كان يروحوا يتدربوا بسوريا ويرجعوا، هذا كله في إطار القضية الفلسطينية. وكانت الدول العربية تشعر إنه يعني هذا بيعطي منفس للناس بعد هزيمة 67، وكانت معسكرات للفتيات وتدريب. إذا أنا لما رحت على هذا المعسكر، بس هذا المعسكر كان مختلف. أول شيء من اللي فكرة منه كانت أن تروح إلى معسكر إلى دورة عسكرية؟ لأنه الفكرة كانت فكرة فكرة أنا يعني كنت في بيروت ثائر وزرت الدكتور نبيل شعث، وهو هيك كان بيمثل رؤية براغماتية، دكتوراه من الولايات المتحدة من واحدة من أعرق الجامعات في مجال الاقتصاد والأعمال، ومتحدث قوي كان نبيل. وكان دكتور اياد شوفاني صديقي، وكان الأستاذ في جامعة ميريلاند، وقال لي في حيحصل دورة قريبا يا ريتك تدخل فيها. ف مين في بالدورة؟ طلعوا كل أصدقائي بالدورة، كل معارفي بالدورة. أصدقائك اللي في أمريكا ولا في لبنان ولا في الكويت؟ أصدقائي اللي في لبنان اللي كانوا في ذلك الربيع اللي التجمع الفكهاني في الفكهاني والمنطقة المحيطة في جامعة العربية بسموها دوار الكولة إلى آخره. هذه المنطقة اللي دافعوا عنها وأنا انضميت لهم. هذه المجموعة كاملة تقريبا راح تروح تنضم إلى الدورة في سوريا. صح. فأنت هني تشجعت وقلت أوف طبعا، أوف هذه أحلام. أنت هني من لبنان رحت سوريا ولا من أمريكا رحت سوريا؟ لا، طلعت وصلت إلى بيروت، ومن بيروت طلعت. لا، بعد ما كلمك نبيل شعث. نعم، طلعت من لبنان إلى سوريا على طول. نعم. ما رجعت أمريكا. أعتقد إني رحت زرت العائلة وبقيت معاهم فتره هم بالكويت. نعم. وبعدين طبعا ما بلغتهم انك راح تروح تتدرب في صراحه ناسي بلغتهم او ما بلغتهم، اعتقد اني بلغتهم انه انا رايح بدوره، ودوره يعني ما فيها شيء، يعني مجرد معسكر، مش رايح على الجبهه. ف دوره عسكريه كانت يعني دوره عسكريه كانت طبيعيه، كانت كثير بصير دورات عسكريه. ويعني انا لو انت بتعرف قد ايه كان في شباب وشابات بجامعه الكويت كلهم متدربين عسكريا في هذه المعسكرات. انا ما يهمني الشباب والشابات اللي في جامعه الكويت، لان بيهمك انا في النهايه لان انا ابي اسماء، اذا ما راح تقول اسماء فما راح اروح عندهم، فخلينا عند شفيق الغبرا. ما اسماء مش مهمه اصلا، لا مهمه جدا الاسامي دكتور، مش مهمه. بس انا بدي اقول لك يا انه الطلبه والطالبات فلسطينيين خاصه، ولكن ايضا كان يجي معهم طلبه كويتيين، وكان يجي معهم طلبه بحرينيين، وكان يجي معهم طلبه من كل الجنسيات، ويروحوا يتدربوا والى اخره. هنا احنا قررنا ان نطلع من لبنان ونذهب الى مصياف السوريه، بلده مصياف اللي صارت فيها الدوره. عدل، كلمني اول شيء طبيعه الدوره هذه شنو كانت بالضبط؟ هذه الدوره جمعت جيل كامل من الشباب والشابات، وكان في مجموعة فتيات، خيمة كاملة للفتيات، وكان الشباب هي كلها مخيمات، كانت مخيمات خيم. تقريبا العدد كم كان تقريبا؟ يعني تجاوزنا ال 100-120. من بين هؤلاء سيبرز أهم قيادات العمل الطلابي في القضية الفلسطينية لسنوات قادمة. مثل منو؟ مثل سعد جرادات، معين الطاهر حيصير القائد الأول لكتيبة الجرمق، والقائد الثاني للسرية الطلابية. علي ابو طوق حيكون مقاتل شرس وقائد مهم ميداني. كلهم طلاب، كانوا طلاب. حيكون بينهم ايضا حيكون بينهم انيس النقاش اللي حياخذ خط اخر فيما بعد. طيب عايشني في جو المخيم هذا، كيف كان؟ وبالتالي فيك تتخيل انه الجو بهذا المخيم كان فيه ركض بالصباح، وتتمرغ بالوحل، وتتبهدل، وتزحف، وتوقف، وتدريبات مختلفه، شيء على السلاح، شيء على كان في تدريبات على السلاح طبعا. أنت هذه أول مرة تتدرب على السلاح فيها؟ لا، ليست أول مرة. متى كانت أول مرة؟ لا، أول مرة لما كنت أروح مع صديقي إلى الجنوب ويدخلني على المخيم فيدربوني ويخلوني حتى أشارك. أيام ما كنت طالب ثانوي؟ أو لما كنت طالب بالثانوية. نعم، أول تدريب على السلاح وأنا بالثانوية. منو اللي كان يعطيكم دورات في هذه في مجموعة ضباط متميزين فلسطينيين سوريين؟ لا، فلسطينيين واردنيين. كلهم تبع فتح؟ كله فتح. اردنيين من اللي انشقوا من الجيش الاردني، حتى الفلسطينيين كانوا من اللي انشقوا من الجيش الاردني، وماخذين دورات في بعض اهم الاماكن والعوالم لما كانوا اعضاء، ما كانوا بالجيش الاردني، فبالتالي كان تدريب. كانت تدريب نعم. مكثف؟ مكثف يعني مقبول، خلينا نقول. ما بتذكر اني تعبت. فهو هو خلينا نقول الدوره كانت اكثر دوره عسكريه وتدريب على السلاح. كان فيها كثير سياسي، هي اهم شيء. شلون يعني كان فيها سياسه اكثر؟ اهم شيء كان فيها جانب تثقيفي رائع، انا بعتقد كانت مكثفه بهذا المعنى. شلون يعني؟ مضى يعني دائما كان يعمل لكم محاضرات؟ نعم، يجيبوا لكم مثقفين باحثين. مثل منو يعني كان يجيبوا؟ شوف، مرق علينا عدة محاضرين، بس هلا أنا يمكن بتذكر مرق علينا دكتور معه دكتوراه من جامعة هارفارد، كان اسمه أبو عمر حنا. هيك كان لقبه، الحركة، ما كل واحد بغير اسمه، وإنما اسمه الحقيقي كان حنا ميخائيل. مسيحي فلسطيني، كان الأول على الضفة الغربية أو المملكة الأردنية الهاشمية قبل حرب 67. فأبو عمر حنا كان نموذج لكثير منا، شوفوا يعني المتعلم المثقف الذي يؤمن بقضيته ويسعى إلى أن ينزل إلى المواقع الصعبة مش انه المثقف اللي بيروح بياخد مركز في مكان وبينسى شعبه وبينسى آلامهم وبينسى ظروفهم وبترك الثورة لبسطاء الناس، لا، اللي بيحاول يعمل إصلاح، اللي بيحاول يجيب الجديد. أبو عمر حنا عمل محاضرة أثر عليكم رائعة بشكل إيجابي، وهو شخص أثر علينا لأن أنا تعرفت عليه في كمائن اللي وقعت في منطقة الفكهاني ودوار الكولة والجامعة العربية في أحداث شهر 5 1973، فكنت التقيت فيه سابقا ودار حوار بيني وبينه وعجبني تفكيره. شكون قعدت في الدوره هذه؟ مدتها كانت هذه كلها 8 ايام، اسبوع 8 ايام. طيب انت قعدت تقريبا 8 ايام وذكرت انه يعني كان تدريب على السلاح. نعم. وكان تدريب. نعم. وكان اكو هناك جانب ايضا وجانب سياسي وتعرفت، لكن يمكن ابرز حدث خلال الفترة الأسبوع كانت مجيء ياسر عرفات. لقائك الأول مع ياسر عرفات، اللقاء الأول معه صح. والعاصف كلمني عن لقائك الأول مع ياسر عرفات. لأنه لما التقينا يعني جاكم في بداية الدورة منتصفها؟ لا، آخر يوم صار ينزل أمطار، فكان نزل مطر، فكان صوت المطر وبرد، يعني احنا عم نحكي عن شهر ديسمبر 73 وبعد حرب اكتوبر بفتره يعني قريبه، فمطر وصار ينزل المطر ويعني المهم انه ياسر عرفات عرض فكره اول شيء شلون انت ذكرت انه نعم اذا استحضرنا احنا لقائك الاول في ابو اياد بالكويت. نعم. كان بالنسبه لك يعني لقاء نعم. مهم جدا صح. لان هذا القائد المعروف الاسم صحيح. اللي كنت تسمع عنه من ايام ثانويه الدعيه الان هو امامك. امامي. الحين احنا لا يعني توغلنا اكثر في السياسه ورحنا امريكا صحيح. ورحنا برمانه والحين صح. عندنا ياسر عرفات امامنا طبعا. كيف ابي المشهد هذا تعطيني يعني صوره عنه في البدايه؟ في جانب مني انا يعني شايف شخص تاريخي، يعني انت امام شخص تاريخي بدأ بالستينات وبالخمسينات وخاض الكفاح المسلح، فأنت أمام شخصية تاريخية مناضلة، لكن أمام شخصية عم بتقول إنه العرب قد يذهبوا إلى مؤتمر أخوة. لا خلينا من الحين هو نعم. أنت أول شيء كنت على الصعيد الشخصي كنت سعيد بلقائك الأول مع ياسر عرفات. انت بتستخدمني انت كلمه انا امام شخصيه تاريخيه، لكني كنت سعيد ولا ما كنت سعيد؟ كنت سعيد. ليش؟ انت الحين ما سمعت كلامه. لسه يعني لسه ما سمعت كلامه. لا انا عندي توقع للكلام. لا ما شلون التوقع جاء؟ من الاجواء، لانه عم نسمع التصريحات. لا ما احنا ما تنسى هلا قبلها بشهر وشهرين وثلاثه عم بيطلع اخبار انه ياسر عرفات سائر بهذا الطريق، ان العرب عم بيقولوا له اختار، يا انت بتخلي الأردن يفاوض عنك ولا أنت بتفاوض إذا صار مؤتمر، بدكم تكونوا مؤتمر جنيف ولا بدكم يروح عليكم، تشاركوا ولا يشارك غيركم عنكم. يعني كان عندك تحفظ أنت على ياسر عرفات في هذا اللقاء؟ في هذا الوقت في ذلك الزمان، في هذا الزمان أنا قاعد أتكلم عن ديسمبر 73 بعد شهرين من حرب أكتوبر. نعم كان عندي تحفظ وتخوف من إمكانية الانجرار إلى تسوية سلمية تصفي حقوق الشعب العربي الفلسطيني. نعم خايف منها. هلا خايف منها فما تلقيت ياسر عرفات بالإيجابية اللي تلقيت فيها أبو نعم يعني. اللي بستحقها أو اللي أنا لازم أكون ألاقي فيها. ما كنت إيجابي، كنت يعني متوجس إلى حد ومتوقع إنه رح يقول كلام، يعني إحنا جيل تربى إنه حيفا ويافا وفلسطين ستعود. فجأة زعيم الحركة الوطنية الفلسطينية بيقول إنه أي قطعة أرض تنسحب منها القوات الإسرائيلية ممكن ننشئ عليها دولة فلسطينية. هذا طبعا الكلام اللي قاله نعم. في هذا اللقاء. نعم. وإحنا سامعين قبل إنه فيها أفكار. يعني بعد ما سمعت كلام عرفات، فلما سمعت كلام أبو عمار ياسر عرفات شعرت بضيق، لأنه إحنا الحلم، يعني ما تنسى الحلم كل فلسطين. شلون عبرت عن ضيقك هذا؟ بإني رفعت إيدي وألقيت عملت عليه، يعني قلت رأيي اللي هو شنو كان؟ هلا خلينا نجمع قلت له انت اللي عم بتقوله، طب وين حيفا ويافا وين اللد والرمله وين بقيه فلسطين؟ اذا انت بدك تدخل بهيك، كيف فيك تدخل بهيك موضوع تنشئ سلطه فلسطينيه على ارض تنسحب منها اسرائيل بدون اتفاق مع اسرائيل، واذا اتفقت مع اسرائيل انت هون بدايه تنازلات جوهريه على القضيه الفلسطينيه، هل احنا خسرنا؟ هل يعني كيف انت ممكن تعمل هيك؟ انا بشوف انه هذا غلط، انت رايح بطريق غلط. قلتها بشكل واضح. بشكل كثير واضح. من بين كل اللي كانوا موجودين، مع انه اللي كانوا موجودين متحدثين هذيك الايام، اللي كانوا موجودين متحدثين اكثر مني، والطلبه بعض منهم قاده طلابيين، يعني كان في 4 5 6 7 من اللي موجودين من قاده العمل الطلابي على مستوى العالم العربي للحركه الفلسطينيه. قياديين خطيرين كانوا ومثقفين اقوياء، كلهم ما قالوا بس تأييد. انا يمكن لاني جاي من جورج تاون وراجع، هم باقيين ببيروت، انفلت لساني. طيب فلما قلت له هالكلام واعترف زعل طبعا، شلون زعل؟ ايش قال لك يعني؟ انفعل شوي، انفعل يعني، شعر انه انا يعني طبعا هو مناضل وتاريخ وكذا، فانه يشعر انه طب مين هذا جاي يعني يتفلسف وكذا، فانفعل. قال لي لا يعني، فانفعل وشعر انه الجو كله معبأ ضده. كل الجو تبع القاعده الطلابيه كان معبأ، باستثناء اقليه صغيره بقياده انيس النقاش اللي بعدين حيتطرف باتجاه اخر. خلينا من بعدين. لا بس فعلا يعني انا اللي عم بقول انيس النقاش كان مؤمن بحل الدوله الفلسطينيه، بعدين حيغير رايه، بس انا طبعا هذا ايش بورجينا؟ بورجينا انه دائما الاجيال الجديده بتيجي بتطلع باراء بعدين تتغير، وبيطلع منها اكثر من شيء. فبهي المرحله لا، الاغلبيه الطلابيه كانت عندها نقد شديد لفكره الدوله الفلسطينيه، وعندها توجه انه لابد من التمسك بالثوابت التاريخيه للنضال الوطني الفلسطيني دون اي اهتزازات، لانه اذا وقعت هذه الاهتزازات سيكون هناك تفريط وسيكون هناك مخاسر اكبر. ياسر عرفات في هذا الاجتماع زعل ويعني وقال انتم معبئين، انتم يعني وانا بعرف مين اللي عبأكم. مين يقصد؟ قصد شخصيتين فلسطينيتين هو على خلاف معهم، ضمن حركة فتح، اللي هم منه؟ اللي هم منير شفيق وناجي علوش. كانوا شخصيتين، وهم شنو كان تأثيرهم على؟ كانوا قياديين في حركة فتح، زي ما قلت لك حركة فتح تيار، وهذا شنو كان تأثيرهم على الجروب هذا، المجموعة كان طلبة. تأثير محترم، لأنه ممكن يكون كلامه صح يعني، في لكن هم مش معبئين بسبب يعني، لكن هاي المجموعة كان عندها كانت منجذبة لشخصية ناجي علوش ومنير شفيق لقدرتهم الفكرية المتقدمة والثقافية للنقاش، وهي مجموعة مثقفة وطلاب، مش انه تعبأوا، هم معبئين يعني من الولادة، يعني هم معبئين على انه انت معبئين برؤية انه موضوعية، انه فلسطين ويجب تحرير فلسطين، وبالتالي بينجذبوا لأي قائد ضمن حركة فتح يتمسك بالثوابت التاريخية. كيف كان الجو عندكم بعد انتهاء السجال او النقاش؟ يعني كان في صمت بالاول، لانه يعني طلع متضايق يعني، وقال انا يعني طلع هذا، وبعدين استمرت النقاشات، وكانت تلك على ما اذكر اخر ليله في المعسكر. فبعد ما انتهى اللقاء هذا وكان هو اخر يوم، اليوم الثاني انت رجعت الى جورج تاون. اليوم تاني رجعت على جورج تاون. نعم، فهذا اللي حصل، رجعت على جورج تاون وكملت حياتي.